بجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية في فقرتنا مع نجومنا اللي مشرفنا. احنا بتوع التفاصيل بقى، فشوية تفاصيل حلوة. مش احنا بقى، احنا اللي هم مش احنا اللي هو احنا، احنا اللي هم يعني. ففي الفقرة دي هنتكلم في امور فنية كالعادة زي ما حضراتكم متعودين، مع ملوك الارقام ومع الجينيوس بتاعنا. فخلونا نرحب بالسيد عمر عبد الله العبقري بتاع الجينيوس. حبيبي يا قريب، اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. ليك وحش. وانت والله كله تمام زي الفل الحمد لله. والسيد ملك الارقام استاذ محمد عمارة اللي مشرفنا منور. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا ايمن؟ كيف هي الاحوال؟ زي الفل. كله زي الفل، كله 100 100 الحمد لله. النهارده عندنا وجبه كرويه دسمه. دي حقيقه. طيب نبتدي بالاهلي. الاهلي معانا. اشرحوا لي بس، اخد منكم كلام برضو عام في الاول. ايه الاسباب انه الاهلي في الدوري غير افريقيا؟ هل في سبب نقدر نحط ايدينا عليه، سبب واضح ولا مفيش؟ هو انا عندي سبب. يلا. يعني لان انت قلت السؤال اللي هو بصوا عامه يعني في التحليل، انت عشان تحلل اي مباراه لازم يبقى عندك مجموعه من الاسئله. ماشي. اجوبه الاسئله دي هي تحليل المباراه. حلو. فاهم سؤال بيجي في دماغي لما بشوف التضاد اللي ما بين الاهلي وما بين افريقيا، هو فيه ايه؟ ايوه. يعني ايه الفرق؟ مش دي الفرقه اللي كانت لعبت ماتش عظيم جدا على وفاق سطيف و4 0 وفرص ودنيا وبتاع وراحت هناك برضو لحد اخر دقيقه 2-2 وتصعدت للنهائي بدون، وكسبت الرجاء هناك وكسبان الرجاء هنا ومتعادله هناك وما في يعني هناك. الدنيا جميله جدا يعني، وفجاه بتلاقي الامور غير منضبطه تماما في الدوري. فانا الاجابه اللي عندي، كنت حتى حاولت الحلقه اللي فاتت لما كنت بعز الحلقه قبل اللي فاتت كنت عايز احط اجابه للسؤال ده. انا بالنسبه لي المشكله مش في جوده الاهلي ولا جوده موسيماني، هي مشكله تركيز. هي الاهلي بيتعامل مع مباريات الدوري بيوصل لحمل عالي جدا من التركيز الفني والبدني والذهني مع مباريات افريقيا، فدايما المباراه اللي بعد افريقيا بيتبعها هبوط في شحن الهمم، فبيحصل اللي بيحصل ده. في المقابل في سؤال تاني اعم واشمل، وده بيدخل فيه الزمالك بالنسبه لي. هو ازاي الدوري بقى اصعب من افريقيا بالشكل ده؟ يعني ازاي الاهلي 4 مباريات بلا فوز، الزمالك هزيمتين ورا بعض؟ ما اعتقدش انها حصلت من سنين. هل ده علشان الدوري اصعب ولا هل ده عشان الاثنين مش مركزين؟ عشان الاثنين مش مركزين، وعشان ندي انديه الدوري حقها. كل انديه الدوري بقت تلعب على الاهلي والزمالك صح بشكل علمي سليم. انا بشوف ان كل مباريات الاهلي والزمالك الفرق بتلعب على نقاط ضعف الاهلي والزمالك، مش لعب عشوائي. انا عارف انا بعمل ايه، ويمكن ده معانا في الحالات اللي في المباراتين النهارده، لان ده كان العنوان الكبير بقى بالنسبه لي العام والاشمل. ازاي الزمالك مباراتين ورا بعض مع كامل الاحترام طبعا لانبي وطلائع الجيش يخسر مباراتين ورا بعض، وحتى مباراه ايسترن كومباني يفوز في الدقيقه 92. ايوه. فهنا في حاجه غلط، صعوبه بالظبط. والاهلي 4 مباريات بلا فوز، فبالتالي برضو في علامه استفهام بتشمل الاهلي والزمالك. عماره نفس السؤال، قول لي هو ايه اللي حصل برضو في ماتش البنك الاهلي؟ يعني هجاوب على نفس السؤال اللي انت سالته لعمر عشان بالظبط اللي هو قاله. لازم فعلا ندي انديه الدوري حقها. الدوري المصري احنا ما كناش متعودين عليه بالكواليتي اللعيبه ده. الفكره كلها وكواليتي المدربين. النقطه اللي قالها عمر مهمه جدا، فكره ان الانديه بقت تلاعب الاهلي والزمالك على نقط ضعفها، ومش بس كده هي بتستغلها استغلال لدرجه ان انت بتشوف الزمالك والاهلي في جزء حلو من المباراه الطرف يعني لا انت مش عارف مين الاستحواذ حتى متكافئ، الهجمات الاخطر ممكن للفريق المنافس بشكل كبير، الاحراج بتاع الاهلي والزمالك لان المنافسه بقت قويه جدا. فكواليتي الدوري بقى فيه كواليتي دوري محترم موجود، وفي يعني مدربين بيشتغلوا بجد بشكل كويس جدا، وده واضح وصريح. يعني سواء البنك الاهلي او طلائع الجيش او امبي، الثلاث ماتشات حتى الاربع ماتشات اللي فاتوا للاهلي تقدر تلمس ان الاهلي مش معاناته بعيدا عن كل الاسباب اللي فيها الاهلي، ولكن زي ما تقول كده ايه، من 10 سنين الاهلي حتى وهو في اسوء حالاته ممكن بيكسب بسهوله. لا دلوقتي انت مش هينفع تكسب مباراه بسهوله. زي ما كان عمر بيشير، مباراه الزمالك وايسترن كومباني ما كانش فيه بعد كده، كانت مباراه ما بين المتصدر او يعني اللي بينافس على اللقب وبين الاخير، والفوز في الدقيقه الاخيره بكواليتي لعيب زيزو في اللحظات الاخيره. فدي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه بالنسبه لي الفرق ما بين الاهلي في افريقيا والاهلي في الدوري، نقطة مهمة جدا هي التركيز والتحضير، ودي واضحة وصريحة مش محتاجين يعني حتى عز قالها وعمر قالها وهي باينة للناس كلها. التحضير والحوافز بتاعت اللعيبة باينة، هم دايما بيحسوا ان الدوري لسه طويل. ماتش افريقيا هم 8-9 ماتشات او 10 ماتشات،
فبيبقى التركيز الدقه بتبقى ازيد. النقطه اللي بالنسبه لي مهمه جدا الاهلي بيعاني منها في الـ في الـ من الموسم الماضي وهنشرحها اكتر على الوان تاتش في الفقره، الحل الهجومي، الحلول الهجوميه. مهم جدا اي فريق بينافس على الدوري ان هو بيبقى عنده مش بس هداف ولكن حلول تهديفيه اقوى بكتير من الطبيعي. يعني الزمالك الموسم اللي فات لما حسم الدوري كان عنده بن شرقي وكان عنده زيزو وكان عنده اوباما، اتنين معديين العشر اهداف، واحد جايب 8 اهداف، ودي نقطه مهمه جدا حلول التهديف بشكل عام. النهارده انت بتتكلم على الاهلي، بص على الحلول الهجوميه للنادي الاهلي في الدوري، هتلاقي ان المباريات كلها في مباريات ثلاثات واربعات اللي هي بتبقى الدنيا مفتوحه فيها مساحات. ايوه اقفل الجيم على الاهلي والعب اللو بلوك واقفل المساحات، الغيها تماما، مش هيبقى عندك متنفس بس غير المهاجم الوحيد محمد شريف، وانت محتاج يبقى في حالته عشان يطلع منك بحاجه. طيب خلونا